إذن متابعينا ننقل لكم دائما لحظات نقل ريان إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. إذن مشاهد حصرية متابعي قناة شوف تيفي على المباشر، مشاهد حصرية على المباشر، اللحظة التاريخية لنقل ريان. ريان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا ريان الآن يتوجه إلى المستشفى متابعينا في أجواء حصرية معكم هنا من قلب الحدث. ننقل لكم الصورة متابعينا الكرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله، الله أكبر والحمد لله، الله أكبر والحمد لله، كل الحمد والشكر لك يا الله. مشاهد متابعينا كبيرة هنا نتابعها معكم، قناة شوف تيفي تنقل لكم من قلب المعركة هذه المشاهد التاريخية لنقل ريان إلى يعني المستشفى من أجل تلقي العلاجات. نتفهم الآن والعمل ديال السلطات، نتفهم الوضع. كما كتشوفوا معنا إذا متابعينا الكرام دائما لكم في النهار في النقل المباشر. المشاهد ريان الآن إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. نعم ريان قيد الحياة. إذا ريان حي متابعي قناة شوف تيفي، ريان حي يرزق، حي يرزق، ريان حي يرزق في طريقه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. متابعينا ننقل لكم هنا الأجواء أجواء الآن مثيرة، دموع الفرح، دموع الفرح، الشعب المغربي يحتفل بريان، الشعب المغربي يحتفل في شوارع المملكة بريان. متابعينا مشاهد صراحة أكاد أعجز علي التعبير. الآن هذه المشاهد ننقلها لكم بالصوت والصورة الآن. الله أكبر، إذا الشعب المغربي يكتب يعني في تاريخ بأسطر من ذهب، بحروف من ذهب، يدخل التاريخ متابعينا الكرام. نشكر، رانا نقسم فرحة بزاف خوتي، بزاف رانا نقسم هذه الفرحة بزاف. كنشكركم على هذه التهنية. الخونا ريان مازال حي، شكرا شوف تيفي. الحمد لله على السلامة ريان، الله يجعل نسمعك شي اخبارك مزيان ان شاء الله بحول الله. حي يرزق، هو حي يرزق، حي ان شاء الله يكون، حي ان شاء الله بحول الله. تبارك الله عليكم، فرحة الشعب المغربي سننقلها لكم على المباشر متابعينا الكرام. شكركم، شكرا خير ريان، الله يشافيك خير ريان، هادشي اللي غنتمناو لك اخويا، الله يجيب الشفاء. رحنا واقفين معاك اخويا ريان، قلبنا تحرق عليك اخويا، قلبنا تحرق عليك والشعب كله واقف معاك، وربي راه معاك ان شاء الله، تخرج عند والدك سالم غالب ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي، وراه الشعب كله. وكنشكروا صاحب الجلاله الملك محمد السادس ان شاء الله، وعاش الملك وعاش الشعب. ورحنا كنشكركم وجميع الدول متضامنين معانا، وتا حنا رحنا كنضامنوا معاكم من قلبنا، وكنا مع ريان وراك خونا، وراك جبنا وعندنا بنا شافيك ويعافيك. فرحة كبيرة تبارك الله، راجل بجماعة المنصورة، دموع الفرحة بزاف بزاف، شكرا كبير، ما كاينش تعبير. عاش الملك، الفرحة عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك محمد السادس. صافي الحمد لله، هذه فرحة كبيرة وفرحة كاع العالم المغربي يرفرف، علم المملكة المغربية الشريفة يرفرف. بس جروش الميكرو الله يحفظكم، الله يحفظكم. صافي حنا لازم نشعلوا الفلاش، شعلوا الفلاش الدراري اللي عندهم التليفون. تفضل تفضل الاخوان، غير شويه ما تجروش، ما تجروش. السلام عليكم اخواني الكرام، معكم رضا من مدينه طنجه. كما كتشوفوا معنا نزلنا لهذا المكان هذا، انا والعالم ديالي الراي البلاد ديالنا. كنشكروا جلاله الملك اللي دخل هنايا، والسلطات الحمد لله قام بالشغل ديالها،
والحمد لله حنايا كاملين كنا ترانكيلوس هنايا، والحمد لله كما كتشوفوا معنا جبدنا ريان. دابا ان شاء الله اما يمشي للطبيب العسكري ان شاء الله باش يداوى تماك، والفرحان ان شاء الله تما كتشوفوا كلشي فرحان. احنا فرحانين ولا لا؟ واش فرحانين ولا لا؟ عاش المالي. واحد النقطه خوتنا، الناس اللي الجيران ديالنا الجزائر كنشكروهم على الدعم ديالهم اللي كي بلاتي وتونس، وكنشكروا جميع الصحافه اللي وقفت معنا، وكنشكروا جميع القنوات اللي كانت هنايا وهنايا، الناس ديال الدوار ودي تشار وقفوا معنا، وقفوا واحد الوقفه كبيره، والمغاربه الحمد لله هاد الفرحه هذه كبيره. كنتمنى هاد الفرحه الحمد لله. الاخوان ديالنا والعائله ديالنا ما كانتش كتجيهم الناس، كانت كتجيهم بحال واحد الغمه. انا 40 ايام وانا كنقول دابا جبدوا ما جبدوش، حتى جيت اليوم انا والعالم ديالي ان شاء الله سبحان الله تجبد. وكنشكروا الناس المغاربه، شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبه. اذا الشعب المغربي فرحان بالعوده ديال ريان الى احضانه. الحمد لله بمجهودات كبيره جباره لابناء الشعب المغربي عاد ريان الى الحياه مجددا. اذا نحاول رد الاتصال مجددا. واخا 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 فتحوا شويه، فتحوا شويه الله يحفظكم. تحيه لكم. تفضلوا تفضلوا. واحد الكلمه خوتي خوتي. ايوه ايوه كلمه كلمه. هنيئا لكم ايها المغاربه، هنيئا للشعب المغربي العظيم، هنيئا لكل العرب، هنيئا لكل المسلمين. اليوم تم انقاذ ريان واخرجنا ريان باذن الله من تحت الانقاض، فهنيئا لكم ايها المغاربه. خلدتم معنى الصمود، علمتم العالم معنى الوفاء، علمتم العالم معنى الوطنيه. هنيئا للمغاربه. اقول للشعب المغربي وابشر الشعب المغربي أبشر الشعب المغربي أنه تم إخراج لا رسالة للشعب المغربي. هنيئا تم إخراج ريان من تحت الأنقاض بنجاح. فأقول للشعب المغربي باسمي وباسم كل المغاربة هنيئا لكم. أن إذا المتابعين الكرام، السيارة اللي كتحمل الأب ديال ريان والأم ديال ريان كذلك كانت يعني تحمل. سمحوا لي متابعينا الكرام، إذا هذه هي الأجواء الآن أنقلها لكم من عين المكان. إذا ريان الحمد لله مشى. تبارك الله عليك أخويا، تحياتي لك. تحياتي لك وتحية للفرقة الوطنية والدرك الملكي والقوى المساعدة، وشكرا لهم وشكرا بزاف، وهنيئا لنا وهنيئا للمسلمين كاملين ان شاء الله يربي بهالفرحه، والامهات اللي في الديار كاملين ان شاء الله يرتاحوا وينعسوا بخاطرهم ان شاء الله يربي. والحمد لله على كل حال، الحمد لله هذا انجاز كبير وعظيم ان شاء الله يربي مقبول عند الله عز وجل. الله اكبر. الله الحمد لله والشكر لله، وتحيه للناس اسفي كاملين مغاربه كاملين. نعز المخزن الملك عاش الشهر. السلام عليكم خوتي المغاربه، مبروكو علينا على الانقاذ خونا ريان. الحمد لله خونا ريان تم الانقاذ ديالو، نتمنى ان شاء الله يكون في صحه جيده. حنا جينا من منطقه غزاوة ونشوفوا خونا ريان في صحه مزيانه ان شاء الله، نتمنوا ان شاء الله نتمنى له الصحه والعافيه وخير ربي الاهل ديالو، والله يعطيهم الصبر. وتحيه لجميع السلطات والصحافه اللي قاموا اكثر من المجهود ديالهم. تحيه شفتي، وتحيه للمغاربه كاملين والصحافه كاملين. السلام عليكم، حنايا جينا من طنجه 4 ايام وحنا هنايا باش نشوفوا الفرحه، الفرحه الكبيره ان شاء الله. واليوم فرحنا واخا ما شفنا شي، دخلوا في لامبيلوس ديريكت. حق نتمنى يكون على الصحه ديالو جيده ان شاء الله. ومبروك الوالدين ديالو، مبروك جميع المغاربه. 40 مليون مغربي كان كيما تفهموا، 40 مليون مغربي كان متابع معاه، والاخوان الاشقاء ديالنا الجزائريين تما كان كيدعيو معاه، وكنشكروا شوف تي في وكنشكروا الصحافه كاملين. ومبروك علينا جميعا خوتي المغاربه. السلام عليكم، نهار سعيد هذا، نهار سعيد اخوتي. انا من جمعة الميمونة، جمعة الميمونة راه بتعرفت معروفه جمعة الميمونة. انا حميد رقم بهرواك. تلقيت الخبر جيت نيشان، ما عندي من جيت بقعدي تيريال، دابا حاليا الان ما بقعدي تيريال، جيت بالسوق. انا هنايا
تفضل خوشي. يعني الشافر قال لي كانوا هنايا الشارجور ديال الميكانيسيان اللي كانوا حاضرين وليكيب ديال الدراري اللي كانوا حاضرين اللي ديبلاصاو من رماني والدراري اللي كانوا كاملين هنايا. الشكر والله يعيشنا خويا رايان. السلام عليكم، انا عمر. خير خير دقيقه. السلام عليكم، انا عمر، جيت من الشاون هذه عبيم وانا كنجي للشاون. الحمد لله فرح ان شاء الله. حنا جينا من باب برده اخي وفرحانين بهادشي هذايا وقطع عندنا في قلبنا ومني خرج الحمد لله اخي الحمد لله وحنا فرحانين والمغاربه فرحانين وكلشي فرحان اخي والحمد لله اخي الحمد لله مني خرج على خير وبخير. والله يعز المغاربه بطنجه الكويره، والله يعز الملك، والله يعز محمد السعيد. امين يا ربي. السلام عليكم، معكم طارق مزين جا مركز جماعه المنصوره بني احمد. راحنا فرحانين بزاف، راحنا متواجدين معكم هنا جوج المرات. انا كنعاود للدار وكنرجع اليوم، قلت ضروري نبقى هنايا. البارح جيت لهنايا.